دلوقتي تعالوا نتابع اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، ونتابع ايضا اهم المباريات اللي هتتلعب في اطار الدور ال 16 من بطوله كاس الامم الافريقيه وبطوله كاس اسيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينطلق المؤتمر الخاص بنظام التعليم ستام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وده على مدار يومين 29 و30 يناير بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. بيهدف المؤتمر لتسليط الضوء على نموذج التعليم المصري ستام اللي بيعد نموذج قائم على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات وتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية. هيلتقي منتخب كاب فيردي مع منتخب موريتانيا الساعة 7 مساءً. الساعة 10 بالليل هيلتقي منتخب السنغال مع منتخب كوت ديفوار. النهاردة العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار دور الـ16 من بطولة كأس أسيا. هيلتقي منتخب العراق مع منتخب الأردن الساعة 1:30 الظهر. الساعة 6 بالليل هيلتقي منتخب قطر مع منتخب فلسطين.